إذن في هذه الأثناء ننتقل إلى نادية البلاسي محللة الأسواق في إيكويتي جروب، نستطلع منها الرؤى حول ما يدور في العالم من حولنا. نادية أسعد الله أوقاتك بكل خير، ولا شك في أنه اجتماعات الاحتياط الفيدرالي تحظى بكثير من الاهتمام رغم التسعير المبكر كما ذكرنا. إلى أي مدى في تقديركم ستأتي وفقا لكل هذه التحليلات للمحللين أم أن هناك وجهة نظر أخرى؟ نعم، يعني صباح الخير. أول شيء نتوقع، يعني نعتقد أن سيقوم الفيدرالي هذا الأسبوع برفع أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس، ولكن السؤال الأهم هل سيعطي سيجنالز أو مؤشرات عن اجتماع في شهر سبتمبر أم سيقوم بتثبيت، يعني الأسواق الآن تسعر هذا الشيء، هل سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة؟ لأن شهدنا يعني البزنس اكتيفيتي في الولايات المتحده يوم امس قد انكمشت وسجلت يعني ضعف في قطاع الخدمات، لذلك يعني الان نرى بيانات اقتصاديه تشير الى انعكاس هذا، يعني الرفعات القويه بالانعكاس على ضعف في النمو الاقتصادي، لذلك الان سيكون التوجه كله نحو الفيدرالي يوم امس سوري يوم غدا، والذي يعني نتعرف المزيد من حول السيجنالز او المؤشرات التي سيعطيها من قبل. طيب، هل انهى الدولار الامريكي سلسله المكاسب التي بدات معه منذ ما تم رفع معدلات الفائده، هل انتهت بالفعل ام انه لا زال هناك مجال للدولار الامريكي ان يرتفع؟ يعني نرى الآن أن الدولار قد صعد وتبادل من يعني الانخفاضات التي شهدها الأسبوعين الماضوا، والآن الدولار فعلا يستقر يعني حول منطقة 101. ف يعني بعد رفع سعر الفائدة، إذا جاء باول وقال أن سيكون تثبيت أو هذه هي نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، فيعني لم يعني ممكن ما نشوفش رفعات أكثر للدولار، وسيكون التحول نحو الملاذات الأمنة مع ضعف الاقتصاد الأمريكي. طيب نادية، برأيك الرالي الذي نشهده على أسواق الأسهم في وول ستريت هذه الفترة، برأيك هل نتوقع بأنه قد يقف أو يترقب كذلك من جهة قرار الفيدرالي، أم يستكمل تحديدا في ظل استكمال نتائج أعمال الشركات؟ يعني طبعا شهدنا داو جونز الى الجلسه يعني 11 على التوالي بارتفاع عند مستويات ال 35000، ذلك يعني لم نشهد هذا يعني الزخم الكبير على المؤشرات الامريكيه منذ فتره كبيره، ولكن يعني الاسواق ايضا تسعر او انهاء او نهايه هذه الدوره، لذلك تستفيد على من نتائج ارباح الشركات طبعا التي ما زالت قوية وما زالت تشير إلى قوة في هذه الشركات، ولكن في أيضا نوع من القطاعات التي تظهر تباين من يعني جانب هذه النتائج. ف يعني يعني لم أرى أن الفيدرالي ممكن أن يأخذ هذا الشيء بعين الاعتبار، ولكن سنرى هذا يوم غد. طيب نادية، فيما يتعلق بأسعار الذهب وأنه المستثمرين ينظروا للذهب بشكل كبير، هل تعتقد أن الذهب بنهاية العام يصل لـ2000 دولار؟ نعم بالفعل، يعني نشهد الآن دولار عفوا الذهب يستقر عند مستويات 1960، وإذا كسر منطقة 1980 ممكن طبعا أن نشوف يعني بالفعل زخم كبير على أسعار الذهب أيضا، وأن نرى في مستويات 2000 خصوصا مع ضعف أو ركود اقتصادي في اقتصادات أخرى مثل أوروبا وبريطانيا، وأيضا ضعف النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، فهذا يدعم الذهب، وأيضا يعني مع ضعف الدولار يكون في ارتفاعات للملاذات. شكرا جزيلا لك نادية البلاسي، وأنت محللة الأسواق في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا.